اهلا بيكم في قناه مستر اورجامي. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل الوزه بتاعه الاورجامي اللي هي اصلا اكتر الاشكال المشهوره في الاورجامي. هنحتاج ورقه مربعه، هنمسك الورقة ونعملها بالعرض كده. نفتحها ونقطع الخط اللي احنا عملناه ده بالعرض برضو. هنفتحها ونعملها مثلث. تمام، هنفتحها ونقلب الورقة والخط اللي عندي ده هعمل خط مثلث تاني عليه بس بعكس الورقة. افتحها وقلبها تاني وادوس على الحتة دي، الورقة هتبقى عاملة كده. تمام، هلمها تمام، همسك طرف من الطرف ده وعندي خط في النص هعملها عليه كده. كذلك من الناحية التانية تمام، هنقلب الورقة ونعمل نفس الموضوع. الجزء الزيادة اللي فوق ده هنتنيه لجوه، سواء من هنا أو من هنا مش هتفرق. تمام، هنفتحه تاني ونفتح ده كده ونفتحها كمان كده وصابعنا بصابعنا بنزق عند الخط اللي احنا عملناه. تمام، هنقلب الورقة ونعمل نفس الموضوع. نفتح الورقة، نفتح دي كمان. من الجزء اللي فيه الحتة الزيادة اللي من فوق دي هنقفل كده، ومن تحت كده هنتني، امسك واحدة ونتنيها كده. تمام، هنعمل الأربع رجول كلهم. نمسك الورقة، نمسك رجلين جنب بعض ونقفلهم كده. نمسك الناحية التانية نفس الكلام برضو ونقفل.
نمسك الجزء اللي تحت ده ونطلعه لفوق كده، ونقلب الورقة ونمسك الجزء ده ونطلعه لفوق برضو كده. تمام، نمسك الجزء اللي طلع لفوق ده ونحط صبعنا فيه كده ونقفله، هنلاقي ده بيتقفل معانا، نروح نقفلينه برضو معانا. تاني نمسك دي كده نقفلها، هنلاقي دي بتتقفل معانا، نروح نقفلينها معانا، طلعين دي وقفلينها كويس. تمام، من الناحية التانية دي برضو هنمسكها نقفلها ونقفل الرجل عهديت برضو، تبقى عاملة كده. هننزل الجزء اللي فوق ده لتحت، نقلبها وننزل الجزء ده برضو لتحت. تمام، نشد دي لغاية لما تبقى على طرف الشكل، ونشد دي برضو لغاية لما تبقى على طرف الشكل، وهنمسك دي ونشدها لبره كده. نمسك اكتر واحدة بايظة في الاتنين ونبنيها كده. شكرا.